السلام عليكم، بخير هانيين، كل شيء لاباس، من يكون كل شيء بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد لعشاق 33 بيكان. اليوم جيناكم بالاواخر ديالها، يعني الدفعه الاخيره اللي يلا دخلتها الاخوان 2024، يعني داروا لها واحد التعديلات اللي ما شاء الله خطيره. الاخوان جينا اليوم نقدموها لكم، نوريكم هاد التعديلات اللي داروا فيها. وتحياتي لهاد الشركه اللي تبارك الله كاع الموديلات ديالها خطيرين تبارك الله، لا من ناحيه لا كاليتي ولا فينيسيون ديزاين ديالهم، يعني كاع لي موديل ديال هاد الشركه كلهم زوينين تبارك الله. دونك اليوم جينا نقدموا لكم هاد الدراجه الشعبيه، هاد الغزاله هادي اللي محبوبه المغاربه، يعني الناس ياخذوها تبارك الله بزاف. ونديروا لها واحد الدويره خفيفه كيف ديما، نوصلوا على الناس اللي ما عارفينهاش، نوريكم الثمن ونوريكم لوكاليزاسيون ديال دراجة الزاكي موتور الرباط. يعني خاصكم شي حاجه، مرحبا بكم، الف الف مرحبا. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش تابوناو معنا وديروا لنا لايك، تخليو لنا كومونتير، تبارطاجيو مع اصحابكم، ان شاء الله يوصلكم ديما الجديد الاخوان، ومرحبا بكم. وبالنسبه للناس اللي تيسولوا على اللوكاليزاسيون، انا نوريها لكم دابا الاخوان، مرحبا بكم. هذا راه هو شارع الحسن الثاني ديور الجامع. الناس اللي جايين من جهه القامره، باش تكون جاي القامره هنايا نيشان، ملي تجي راه تلقى هنايا ستاسيون ديال الطوبيسات هما الاخرانيين، تلقى هنايا المحل ديال الزاكي موتو، وميم طون راه حداه الجامع هو هذا، وكاين ستاسيون بيتروم هي اوتو هول. واللي جاي من سلا راه هو كاينه باب لحد القدام، كاينه اي تباها، راهي العماره الدجاج اي تباها، يعني تتجي تلقى الرون بوان هنايا وتدخل، وتتجي تلقى هنايا المحل اللي هو هذا دراجة الزاكي موتو. دونك نبداو الاخوان بالتقديم ديال هاد الدراجة اللي ما شاء الله عليها، اللي شنقول لكم غزالة تبارك الله. شو تبارك الله الوقفة ديالها، شو البارابول ديالها كيف داير، شي حاجة خطيرة. شو هاد اللون الكحل كيف تيجي معاه، واعر تبارك الله، جوانت فيها خطيرين. دونك بالنسبة للأمام ديالها راه تيجي فيها واحد البار بريز اللي تيجي على هاد الشكل هذا، يعني فيه واحد لاكوب ديالو زوينة، تيجي صحيح، تيجي بيض ترونسبارون، فيه كرينات لي صحاحين بلاستيك. بالنسبة للمرايات ديالها تيجيو على هاد الشكل هذا، كاليتي فينيسيون لي زوينة الإخوان. بالنسبة للي كاشمان ديالها تيجيو نوار ترونسبارون فومي على هاد الشكل هذا، تا هما فينيسيون زوينين، تيجيو لاصقين مع البلاستيك ديال البارابول. بالنسبة ندوزو للبارابول ديالها اللي ما شاء الله فيها بارابول فوليد خطير، فيه واحد لي ليد اللي ما شاء الله خطيره، لا هما لا السينيالات ديالهم واش كي دايرين السينيالات، لا فينيسيون كيف دايره. قلت لكم هاد الشركه هربانه بزاف، نوريكم الضو ديالها كيف تيشعل، تفرجوا الاخوان. شوف شوف تبارك الله الاخوان، شوف شي حاجه اللي ناضيه، حاجه هربانه بزاف. شوف السينيالات عاوتاني حتى هما كيف تيشعلوا، شوف تبارك الله. بالنسبه للكاريناج ديالها ديال الجنب، تجي فيها 33 في الكرومي، مكتوبه فيها ريبيرو بومبيا كرومي الاخوان على هذا الشكل هذا. شوف الكاريناج ديالها كيف تيجي فيني، شي حاجه اللي مزيانه الاخوان. بالنسبه للوسط راه تيجي فيها واحد الكاش كلاكسون، هذه جديده نوفو موديل، ماشي بحال القديمه، يعني فيها الكاش راه كبيره الاخوان، يعني ماشي نفس الكارطيرات بحال ديال القديمه، مبدلين. بالنسبه للبورت باجاج القدامي حتى هو تيجي، شوف كي تيجي الاخوان، يعني رققوه ولا تيجي رقيق، الاخر كان تيجي عريض. بغيتي دير فيه شي سليله ولا شي سخيره تربطها، شي حاجه اللي فينيسيون زوينه. بالنسبه للكارد بو ديالها راه بقى كيف هو، تجي 33 ريبيرو طبوعه القدام. بالنسبه للجانطه ديالها، جانطه خطيره، زواقه الومنيوم، شي حاجه اللي هربانه حتى هي، جات مع هذا الموديل تبارك الله. بالنسبه للبنوات، بنوات راه تيوبليس، النمره ديالهم 250 17 مارك كيندا. بالنسبه للفران ديالها راه تيجي فيها فران ديسك كبير على هذا الشكل هذا، وتتجي ماستيره مكتوبه فيها بيكان. ندوزو نشوفو الكونتور ديالها، يعني الاخوان هذا الموديل راه ديجا ورينا لكم، تنعاودو نديرو ليه يعني واحد الدويره للناس اللي ما شافوش وما عارفينوش. تبارك الله الكونتور ديالها تيجي ديجيتال كامل، مبدل على الاولانيه. تبارك الله هاد لا فينيسيون ديال هاد الطابلو هذا كيف داير، شو لي كومون تا هما كيف دايرين، لي بوتون ديالهم، شو لا كاليتي ديالهم كيف دايره. يعني عندك هنايا هاد بلاصت السينيالات الا بغيتي تشعلهم بربعه، بلاصت تشعل الضو باش ديماري، فليسر عندك
الفاركود، كلاكسون، السينيالات، ستارتير. بالنسبة للفرينات هاد الموديل الاخوان راه ما فيهش لومبرياج، فيه فرينات في اليد، يعني فران اللوراني في اليسار وفران القدامي في اليمن. وهنايا هاد الجديده الاخوان هادي راه ولاو تتشعل هنايا مع الضوء ديال الموتور، يعني راه ولاو تيجيو تيشعلوا تيعطيو واحد المنظر زوين، يعني تتبان الا كنتي في الجن تيبان الموتور شاعل الضوء ديالو، شي حاجه اللي كاليتي واعره الاخوان، تتجي مكتوبه فيهم بيكان. شو كي دايرين الاخوان، شي حاجه اللي ناضيه. نمشي بالنسبه للكونتور ديالها، راه شو الكونتور تيكون كله ديجيتال. هذا عنده بلاصه الرونفلاج، هذا بلاصه الهواء، عندك هنا بلاصه ليسونس، هنا بلاصه العبار ديال الكيلومتراج، وهنا النوتر، وهنا عندك السينيالات. وبالنسبه للتغيير الاول الاخوان، راه بدلوا لها هاد لي بواني، ها هما داروهم لها ريزوما، يعني شو البوانيات ما بقاوش هذوك الاولاني اللي كانوا رطب، يبان لكم دابا الفرق، ولاو هادو ريزوما على هذا الشكل، هادو حتى هما فيهم الشده اللي زوينه محكومه. ندوزو نشوفو دابا الكاش كونتاكت ديالها، نشوفو الكونتاكت ديالها كيف داير. بالنسبة هنا في اليسر راه تيكون عندها بلاصة الشارجور ديال التليفون، إلا بغيتي تشارجي التليفون دير الكابل ديالك. هنا راه عندك واحد الجويب باش دير شي حاجة اللي صغيرة. بالنسبة للكونتاكت ديالها عندك واحد التغيير تاني الإخوان، دارو ليها بالنسبة للكونتاكت يعني الدوبل تاني، شوف كيف دارو ليها تبارك الله الإخوان، يعني شي حاجة اللي هربانة. شوف طق حاجة ناضية تيجي مكتوبة فيهم بيكان، كاليتي واعرة. بالنسبة للتغيير التالت زادوا ليها واحد الشكاكيرة هنايا الوسط، تتجي لاصقة هنا الوسط، إلا بغيتي دير التليفون ديالك هنا الوسط، شو كي تتجي مكتوبة فيها تاهي هاد بيكان هادي، تتكون عندها واحد سميتها باقي ملصقوهاش الدراري، هاي تتكون هادي راه تتجي تتلصق هنايا، تتجي لاصقة ناضية. جات عطات واحد المنظر ممكن تولي ساكادو، تولي هازه بحال شي ساك صغيور. بالنسبه للتغيير الثالثه الاخوان، غيبان لكم الكوسان، شو تبارك الله الكوسان كيف ولا، شو لا فينيسيون ديالو، شي حاجه اللي ناضيه، شو تبارك الله الطرزه كيف دايره والواعره. شحال هذه كنتي تتجي تتهز هذا نيشان، يعني ما كان فيه لا ساروت لا والو، دابا وليتي تتجيب السوارش ديالك، تتجي ها هي هاد البلاصه فين تتعلق الكاسك، يعني الساروت ديالها تجي تتخشي طرق تيجي تيطلع الكوسان على هذا الشكل هذا، يعني هنا فين تتلقى الريزيرفوار، يعني دابا ولا تيتسد في هذا الكوسان ديالها. ونزيدكم تغيير اخر، راه بدلوا لها حتى هذه الطابله هذه، يعني كيف قلت لكم شو تبارك الله الكوسان ديال اللوراني، شو كتجي هذه البيكان هذه مكتوبه هنايا اللور كرومي، نوريكم الكوسان كيفاش يطلع، تيجي تيطلع على هذا الشكل هذا، يعني تتهزو تيجي طالع مدفوع لاصحاب ليفريزون اللي بغاو يديروا ليفريزون، يعني تيخدم مخير هذا الموتور ليفريزون. شو الطابله ديالها كيف بدلوها ليه كبيره، وهنايا تتكون عندك واحد الحديده اللي تتجي تتهز على هذا الشكل هذا، ولا بغيتي دير شي سلعه وتتجمع ما بين الكوسان وما بين هذه الحديده، تتجمعهم بجوج، هادشي في حال تما بغيتي تهزها ما بغيتيش راه تخليها مجموعه على هذا الشكل. يعني شو الطابله هذه كيف ولات الاخوان، كيف قلت لكم طابله ولات ناضيه. شوفوا هاد القبيطه هادي مثلا، الى ركب شي واحد اللور ممكن يقبط هنايا، جابوها في الكحل نوار بريه. ندوزو نشوفوا بالنسبه للماكينه ديالها اللي تبارك الله، ماكينه ديال شركه البيكان، ماكينه اللي خطيره تبارك الله، دوبلون برياج جروب كبير، يعني تدخل 49 سي سي قانونيه بلا بيرمي، فحال ما بغيتي تبريباري راه تطلع حتى ل 140 الاخوان، فيها جروب كبير، يعني موتور فيها ناضي ما شاء الله عليهم هاد الشركه، كيف قلت لكم تحياتي ليها. بالنسبه للون ديال الماكينه الاخوان، راه حتى هو ردوا ليها لون اللي ما بقاش واحد الكري اللي مفتوح ولا كري مغلوق، غادي للكحل، يعني اللي عطى واحد الجماليه للموتور ولات زوينه. حتى هاد لي بوز باش يدوزوا الفيتيس، مانيت فيتيس، يعني حتى هي ردوا عليها نوار كامله. شو تبارك الله هاد لي بوز بيتا هما كيف ولاو، شو الشكل ديالهم كيف داير، شي حاجه اللي ناضيه، تيش فيهم واحد الرسول اللي تيطلعوا يبقى لهذا الشكل. بالنسبه للبيكي ديالها ديال الجنب، شو تبارك الله حتى هو راه بدلوه ليها الاخوان، شوف كي ولا لا فينيسيون ديالو، شي حاجه اللي ناضيه، فيه كوب كورون حتى هو، يعني الا طيحتيه تيسكت الموتور. بالنسبه نزيدكم واحد التغيير اخر الاخوان، بالنسبه لي زامورتيسور ديالها راه جاوها هنايا واحد الكاش اللي تيجي مغطي النص ديال لامورتيسور، وتيعطي واحد الجماليه للموتور زوينه. شو تيجي هنايا واحد اللصقه مكتوبه فيها بيكان 33 ريبيرو، بيكان اطوال، شي حاجه ناضيه تبارك الله، لامورتيسور فيها مرونفورسي صحيح. بالنسبه للكاش ديال السنسله والبينيو تيجي بلاستيك،
تتجي بالنسبه للبلاطو ديال اللور تيجي باين شو السنسله لا فينيسيون السنسله كي دايره تتجي ذهبيه شي حاجه ناضيه. بالنسبه للبلاطو ديال اللور راه فيه النمره 36 والبينيو فيه 14 يعني في حاله ما بريباريتيها ما عندك لاش تبدلها الاخوان. دوز نشوفوا الفروج ديالها والسينيالاج ديالها اللي تبارك الله ناضيين ليد. شو هاد السينيالاج كيف دايرين خطيرين تيجيو بويد على هاد الشكل هذا فروج فيها خطير. بالنسبه هنايا راه تيشعل فيها واحد البوله ديال البلاكه تضوي على البلاكه. بالنسبه للفراند اللور راه تيجي فيها فراند ديسك يعني فيها فراند ديسك القدام وفراند ديسك اللور. بالنسبه للبنو ديال اللور حتى هو راه بنو كيندا تيوبليس النمره ديالو 275 17 يعني النمره اللورانيه 275 وهاد القدام 250 يعني اللوراني غليظ على القدامي. بالنسبه للشاقمه ديالها هاد المره هادي راه دخلوها لنا كامله نوار الاخوان يعني هذاك الكاش بلاستيك ديالها كله دخلوه بالنوار. الاولانيه كانت كري يعني ولا تحسن في النوار الاخوان ولا تيبان الموتور بلوز اغريسيف على اللي كان. موتور تبارك الله عليه فيني ناضي وهادشي اللي كاين الاخوان. دونك درنا لكم واحد الدويره خفيفه ظريفه كيف ديما لهاد الدراجه الشعبيه اللي تبارك الله ولات محبوبه المغاربه الناس يسولوا عليها بزاف. بالنسبه للوينات الاخوان كيف قلت لكم هاد لاريفاج هذا دخل فيه غير الكحل نتمنوا لاريفاج جاي يدخلوا للوينات اخرين. وبالنسبه للثمن ديالها راه دايره 12000 درهم 49 سي سي يعني ماكينه صغيره 49 سي سي. وكان شي حاجه دوزو عندنا للمحل ان شاء الله ويكون هي الخير ان شاء الله. دونك خاصكم منها شي حاجه دوزو عندنا للمحل مرحبا. نزيد نفكركم في لوكاليزاسيون راه تنتواجدوا في الرباط ديور الجامع شارع الحسن الثاني كاينه اوتور كاينه ستاسيون بيترون كاين جامع حنا لاصقين عليها الاخوان. نخلي لكم نمره التليفون نمره واتساب تواصلوا معنا كنديروا حتى لا ليفريزون في المغرب كامل. بالنسبه للسلعه تبارك الله راه موجوده الاخوان كيف خلاها جلال 04 سلعه عام تبارك الله الخير راه موجوده الاخوان. دونك كانت اي حاجه اجيو عندنا مرحبا بكم والف الف مرحبا. راه مازالين دي موديل اخرين كيف قلت لكم شركه الذاكره تبارك الله كاع لي موديل عندها. دونك كل مره راحنا تنديروا لكم موديل اللي قدينا عليه راحنا تنديروها الاخوان. اي حاجه مرحبا بكم وسينونا فيديو جديد عاوتاني وتهلاو.